ما شاء الله. انت اللي جابك هنا؟ ايه، كنت مفكره اني ما هطلعش من السجن اللي رميتيني فيه؟ تبقى غلطانه. وانت خلاص رميت روحك في حضن الشيطان؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ناديه؟ طمنت لها وسايب لها روحك؟ معلش، انت اصلك معذور، ما تعرفش. معرفش ايه؟ ريم هي اللي قتلت ابوك، هي دي الحقيقة. مش معنى نادي ان في مشكلة بينك وبين ريم تقومي تيجي لحد هنا وتقولي كلمتين ما لهمش لازمة زي دول. ومش لوحدة، أظن هتقولي مروان كان معاها. حسن؟ لا حسن ولا مروان ليهم يد في قتل مهدي. أمال مين؟ أنا اللي كنت معاها، أنا وريم قتلنا أبوك. ماشي ماشي. تمام كده. ايه ده؟ لا انا زعلان منك جدا. فين بدري؟ انت غلطتي بس انا عذرك. الله، ده انت زعلان عليه بجد بقى؟ ده على اساس يعني ان انت قاعده هنا غصب عنك؟ بص بقى، انت لو خرجت من هنا انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. اصل اليومين دول بيحصل حوادث كتير قوي ومحدش عارف مين اللي بيعملها. طب اسمع بقى، عشان انا هجيب معاك ناحيه. انا لما قابلتك قلت امسك العصايه من النص، عشان انا كان في حاجه طابقه على قلبي من ناحيه عيله عبد الحكيم، فقلت يمكن انت تبقى سكه وطريق جديد ليا. وصحيح يعني انت مش غلطان، لان انا اللي وربت الباب، بس انا كمان اللي هقفله دلوقتي. طيب صحيح، يا ريت تبقي تبلغيني بالعزا بتاع بدري امتى وفين، عشان برضو انا لازم اقوم بالواجب. بتلوموني ليه؟ طه لو شفتم عينيه، حلوين قد ايه؟ طه هتقولوا انشغالي ويصد الليالي مش كتير عليه. ليه بتلوموني ليه؟ يا اسير الحبايب، يا قلبي يا دايب، يا أسير الحال. لو قلت لك إن أنا مستغربة هتتضايق؟ أبدا والله. عارفة يا زينب، أنا كنت بفكر في حاجة عاجلة جدا ومجنونة في نفس الوقت. إيه التناقض ده بقى؟ تخيلت إن الزمن رجع بيا وافتكرت أول مكالمة تليفون بيني وبينك. فاكراها يا زينب؟ ايوه يا مروان طبعا فاكراها. يا ابوي، عارفه المكالمه دي قلبت حياتي وغيرت فيها حاجات كتيره قوي. معقوله لسه في رجاله زيك كده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مشاعرهم مش في ايديهم. عارفه يا زينب، أنا مشاعري طول عمري في يدي وقافل عليها، لكن أول ما شفتك مشاعري كلها بقت في يدك. طب أنت عاوز الحق؟ أكيد طبعًا. أنا جيت هنا وأنا خايفة، كنت حاسة إن الخوف ده مش هيروح ولا هحس بالأمان وأنا لوحدي. فاكر يا مروان لما قلت لك ما تسيبنيش لوحدي؟
أنا كنت بقولها لابن عمي وما فكرتش لحظة وأنا بقولها، أنا كنت صادقة فيها. كنت عارفة متأكدة إن أنت مش هتسيبني وهتوقف في ظهري، مش عشان أم ابنك. أمال عشان إيه يا زينب؟ عشان كلمة واحدة بس، لو أنت فهمتها وحسيت بمعناها هتعرف أنا ليه كنت ببعد وما كنتش عاوزة أقرب إلا لما تاخد قرارك. كلمة إيه؟ أنا بحبك يا مروان. يا أبوي زينب. بس يا مروان بس. استني يا زينب استني، لسه في كلام كتير بينا. نادية مروان. إيه يا حبيبتي؟ مروان مالك؟ مروان نادية. يا مصيبتي بدري. مالك يا بدري؟ فيك ايه؟ ايه اللي جرى ده؟ الرجاله اتعصبوا كانوا عايزين يموتوني. يا لهوي، بس انا هربت منهم. طب انا هكلم دكتور، هكلم دكتور حالي. لا 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 دكتور، لا ما ينفعش. ما تخافش، انا اعرف دكتور كويس ومش هيتكلم في اي حاجه. خايف عليا يا نحيمه؟ يوه ده وقته ده، هكلم دكتور الاول. مش هسيبك يا عصام. استنيني انا حاجه معاكي. عن اذنك. مش هينفع يا جبريل. ليه؟ انا كمان عايز اشوف زينب. يا حبيبتي الحكايه مش حكايه زينب، حكايه ناديه. اه لا خلاص، انا اعتبرتها ماتت من زمان. انتي؟ هو انتي بتعرف تنسي يا وليه؟ انتي ما تنسيش ابدا. خبريها كريمه، مش اتفقنا خلاص؟ يا ستي اتفقنا، بس سيبيني امشي المره دي. لا حدش يمشي كلامه عليا واصل. يا رب عدمك ما بمشي كلامي عليكي، بس يعني انا واصل الشر. انتي ما بتطيقيش ناديه، وناديه ما بتطيقكيش، وما تنسيش يا جبريه ان انتي ضرتها. وبعدين يا حبيبتي مش احنا اتفقنا نهدي الامور عشان الدنيا تمشي حلوه زيك كده يا حلوه؟ لا انتي ما عايزاش تاخديني معاك عشان خايفه على ناديه، وانا كمان ما صدقش اي حاجه هتقوليها الا لما اشوفك بعيني هتقولي ايه وهتعملي ايه. هريحك يا ستي، أي حاجة هتحصل هحكيها لك بالتفصيل الممل. سيبيني أمشي بقى يا جبرية. إن شاء الله تقعي.